أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم عليكم بالعافية، حلقة جديدة ووصفة صحية جديدة مع الشيف محمد. كيف الحال شيف محمد؟ شيف محمد من شركة كيتا للتموين، شو راح تعطينا اليوم من وصفات صحية جديدة شيف محمد؟ النهاردة اخترنا وصفة الطماطم المحشية، وصفة صحية محشية بالفريكة والمشروم واللحم المفروم. تمام، عندنا اليوم فريكة طماطم محشية بالفريكة واللحم واللحم المفروم. ممتاز، نبدأ بسم الله بالوصفة. بسم الله، أول بنظبط النار بتاعتنا. أيوة. طماطم محشية مع الفريكة المشروم والبيف، لحم البيف المفروم. اللحم، أوكي ممتاز. نبدأ وصفتنا اليوم. نظبط النار بتاعتنا. أوكي. بنختار درجة حرارة مناسبة عشان الأول. بسم الله، معنا زيت الزيتون، بننزل بزيت الزيتون، نقدم معلقة ونص زيت طعام، زيت زيتون صحي. بعد كده ننزل بالبصل. بسم الله. أيوة، نضيف البصل تقريبا ملعقتين طعام بصل نضيفها. ممتاز. بنفضل يكون كمان البصل الأبيض، ما بقاش له رائحة زي البصل. أيوة. وبيكون في نفس الوقت كمان اللي ما فيش فيه، هو مش حامي قوي، وفي الأكل ما بيبانش كمان بعد ما بيطبخ، ما بحسش اللي هو له ريحة أو له طعم، ما انتش. أيوة. شاذ أو كذا. تعرف شيف محمد أن البصل فيه مادة الكلوكينين، هي مادة تقريبا وظيفتها تكون نفس وظيفة الأنسولين. أيوة، هي مفيدة جدا لمرضى السكري. يعني ننصح المرضى السكري يتناولون بصل في السلطة، في الطبخ يضيفون البصل، لأن بسبب مادة الكلوكينين اللي هي تكون مشابهة لمادة الأنسولين بالجسم، يعني تساعد على تخفيض مستوى السكر بالدم. بالضبط. نزلنا البصل، بصل نوع. أيوة. ونص. أيوة. ننزل كمان بالفريكة بتاعتنا. أيوة، الفريكة منقوعة قبل منها بنص ساعة تقريبا، بحيث ان هي تكون طرية في السوا، تكون طرية وما تتأخرش معايا على النار، يعني ما تاخدش معايا وقت كتير. اوكي، الفريكة يا محمد شو رأيك فيها؟ كلها فوائد الفريكة. أيوة، مليانة فوائد. لو اتكلمنا عنها نتكلم عنها في حلقتين كاملين، الفريكة كلها فوائد. هي طبعا تعتبر الجزء الصلب القاسي من القمح الفريكة، فعشان كذي هي غنية وايد بالألياف، غنية بالبروتين. تقريبا كوب واحد من الفريكة يعطينا 7 جرام من الألياف، ويعطينا 6 جرام من البروتين، فهي تشبع كمادة، تعتبر مادة غذائية مشبعة جدا الفريكة. غير أنها هي غنية بالفسفور والمغنيسيوم اللي مفيدين جدا لصحة العظام وصحة الأسنان. غير أن مادة الفريكة المؤشر الكلاسيمي إلها منخفض جدا. تعرف شو يعني منخفض جدا الكلاسيمي؟ يعني لما يتناولها مريض السكري، لما يتناولها مريض السكري تحليلها لما تنهضم بالمعدة وتتحلل بالدم، يكون ارتفاع السكر عندها بطيء جدا، ما ترفع السكر سريع جدا بالدم، ترفع ببطء، ويعني هي لأنها بسبب غنائها بالألياف والبروتين. بالضبط. فهي مفيدة جدا لمرضى السكري، ممكن يستبدلونها أحيانا على الوجبة مثلا بديل للأرز مثلا أو بديل العيش، ممكن نستعمل الفريكة بديلها بسبب فوائدها الغنية الموجودة. بالضبط. أنا كان عندي هنا من بعد اللي هو حشو طماطم، لما أنا خليت الطماطم علشان أحشيها طلع عندي اللي هو قلب الطماطم. أيوة. فأنا ممكن أستفيد بيه وأحطه كمان في نفس الحشوة، بيديني كمان تماسك، وبديني كمان طراوه للصوص بتاعي، بيكون. أيوة. جوسي، بحيث ان انا ما بحشيها، مش محتاج ان انا اضيف ميه كتير، فبستخدم الطماطم اللي انا حشيتها. ودايما براعي ان انا مرميش غطا بتاع الطماطميه، علشان اللي هو لما انا بقطعها ما بقطعهاش من هنا كده عشان اعرف. أيوة. رشه طماطميه بقطعها من ايه؟ بقطعها من الراس، من الراس بتاعتها، بحيث ان هي بيكون في ليها استاند، او نعرف ان انا احطها. أيوة. في الصينيه عشان ادخلها الفرن ما تلعب. أيوة. ما تبقاش عوجه او ما تبقاش. أيوة. مش مظبوطه معايا. فاضفنا نحن الحين اللحم والطماط، اضفنا اللحم المفروم، وده اضفنا. أيوة. الفريكه، واضفنا اللي هو قلب الطماطم اللي احنا قطعناه، وبنسيبه بس لمده دقيقه ونص ان هو يتماسك مع بعضه الخليط. بعد كده
أضيف المشروم بتاعي. أضفت المشروم. أضفنا المشروم. وكمان المشروم مليان بالفوائد يا دكتورة لو حضرتك تعرف. أيوة طبعاً. المشروم مليان بالفوائد. طبعاً المشروم فيه البروتين، فيه يعتبر غني من الخضار الغنية بالبروتين، ممكن يتناولها يضيفونها في وجباتهم، وغير أنه قليل السعرات الحرارية. بروتين يعني أنت فينا بيدينا نفس درجة البروتين اللي موجود في اللحمة؟ لا هي تكون أقل، بس هي مقارنة بالخضار البقية تكون فيها نسبة البروتين فيها عالية. بالنسبة للناس الصائمين فوائد المشروم إيه على مستوى الصيام الطويل، على مستوى مثلا صيام 15 ساعة؟ أكيد يعني مثلا هذه الوجبة اللي أنت ضايفينها فيها مشروم وضايفين فيها طماط والفريكة، هي وجبة غنية بالألياف. وقت السحور نحن ننصح ممكن يتناولها الشخص على وجبة السحور، لأنها غنية مثل ما قلنا بالبروتين وغنية أيضا بالألياف، فتشعر الصائم بالشبع لفترة طويلة من النهار، وأيضا البوتاسيوم الموجود بالمشروم يحسس يقلل من الشعور بالعطش. أيوة فوائد غنية جدا، مختارة كلها مطبوخة، أكل صحي. كمان احنا مستغنين عن الدهون، عن كل الدهون في كل الوصفات بتاعتنا، حاطين بس كمية بسيطة من الزيت، الزيتون 10% دهون، وبنستغنى ممكن كمان نستغنى عن الزيت اللي هو موجود، بس احنا استبدلنا زيت الذرة بزيت زيتون، بحيث تكون الوصفة كلها صحية وتكون كمان مفيدة على مستوى اللي هو. وطبعا الوصفة هذه أخ محمد فيها كمية السعرات الحرارية، الوجبة هذه فيها تقريبا 255 سعرة حرارية، يعني هي تعتبر سعراتها الحرارية قليلة مش عالية جدا، وفيها أيضا دهون 8 جرام من الدهون، وفيها 30 جرام من الكربوهيدرات و13 جرام من البروتين. بالضبط هذا نفس الخليط بتاعي اللي هو دلوقتي كمان معايا، كمان في الخلطة بتاعتي البقدونس نضيفه على نهاية الطبخة تقريبا عشان نحافظ على قيمتها الغذائية من فيتامين سي، عشان الفيتامين سي ما نخسر فيها القيمة الغذائية الموجودة بالبقدونس. الخليط كمان مليان كمان بالألوان اللي هي الألوان، بنحاول كمان نركز على ألوان الأكل بتاعنا، بنحاول نحط خضار على قد ما نقدر في الصيام، نحاول ان احنا يكون الاكل بتاعنا فيه بقدونس، يكون فيه فلفل، يكون فيه بصل، الحاجات اللي هي تدينا دايما بتدينا الطاقه. صحيح تعرفي الفكره، تعرفي يا محمد ان هي هذه تكون عاليه الياف في البدء، خصوصا بدايه رمضان الصائم يعاني من الامساك، بيكون بسبب قله شرب الماء، بسبب قله شرب تناول الخضار العاليه بالالياف، فنحن دائما ننصح يتناولون يضيفون هذه الخضار كسلطه او كخضار يضاف للطبخ، يتم رفع القيمة أو رفع الألياف في الوجبة اللي يتناولهم، بالتالي يخفف من موضوع الإمساك اللي يعاني من الصائم في رمضان. كل خضار دائما على الفطار بتاعك أو في الأكل بتاعك في السحور، كل خضار مش شرط. أيوة. كمان أنا أحط خضار في قلب الأكل أو الطبخ، ممكن كمان أكله كخضار طازة. أيوة كوجبة أو كسلطة، كجزر، كخيار، كفلفل أخضر، فلفل ألوان، كمان كله مليان 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 فوائد صحية. احنا في ناس كتير قوي في غفلان عن الفوائد الصحية الموجودة في الخضار. اكيد ايوة. من خلال البرنامج بنوجه رسالة كل المتابعين بتوعنا وكل المشاهدين بتوعنا في كل مكان، اللي انت لازم دايما تحافظ على تناول الخضروات. خضروات. على مدار صحيح. رمضان. ويكون طبق ملون عنده في الخضار وبالفواكه ايضا يا محمد. بالنسبة للطماط محمد، الطماط هي مادة غنية، هي من الخضار الغنية جدا بالفوائد القيمة، فيها مادة اللوكوبين الموجودة بقشرتها. في ناس تقول لما نحن نطبخ الطماط راح نفقد قيمتها الغذائية، لا بالعكس الطماط ما راح تفقد قيمتها الغذائية بالطبخ، بالعكس تزيد قيمتها الغذائية بالطبخ. مادة اللوكوبين اللي فيها الموجودة بقشرتها تزيد بالطبخ، وهي مادة تعتبر من المضادات الأكسدة القوية اللي تحمي الجسم من السرطانات، فلما تطبخ الطماط تفقد سوائل اللي فيها، فتزيد كمية اللوكوبين فيها، وهذه مادة اللوكوبين فعلا مفيدة لأمراض القلب، وأيضا مفيدة لحماية الجسم من السرطانات. فدائما ننصح الطماط الافضل يتناولها مطبوخه، يكون مفيد لها قيمتها الغذائيه، لا يخافوا ان ممكن نفقد قيمتها الغذائيه، لا بالعكس ما نفقد قيمتها الغذائيه ابدا. والطماط عندنا نحن هني بنطبخها ان شاء الله.
هنطبخها ان شاء الله. دي هنحشيها ونحطها في الفرن مع هنرشها بس تبقى من زيت الزيتون بعد ما فرغنا الطماطم زي ما قلت لحضراتكم. ايوه نحشيها بالخليط بتاعنا ونغطيها بالغطاء بتاعنا، وممكن نرش عليها فلفل اسمر مفروش ونغطيها بالغطاء ونحطها لمده 30 دقيقه على درجه حراره 180 في الفرن، بتطلع معانا شيء ولا اطيب. الطماطم طماطم مفيده كمان زي ما حضرتك قلتي اتفضلت وقلتي بالنسبه للمعلومات اللي هي ما اللي بتمدينا بيها الطماطم كطاقه للجسم كمكمل غذائي كمان وبديل عن حاجات كتير ممكن نستعمل. دايما نركز دايما على الطماطم الفريش مش على الطماطم اللي هي الغير فريش او اللي هي المعلبات، لانها ما بتبقاش زي الطماطم الفريش. ايوه المعلبه تكون في كميه الملح فيها عاليه جدا بالزبط. يعني المرضى الضغط او اللي يعانون من ارتفاع الضغط الافضل يتجنبون المعلب، ياخذون الفريش مثل ما ذكر شيفنا محمد، ومفيده جدا في وقت الطبخ ايضا. الطبق بتاعنا يعتبر الحشوه بتاعتنا جاهزه. ايوه بس احنا دلوقتي نسيبه شويه بس ترتاح علشان نقدر ان احنا نشوف درجه الحراره بتاعت الطبق ما تبقاش سخنه على عينينا. بناخد خلاص احنا انتهينا من الطبق، بنطفي النار عنه. ايوه وبننزله. احنا تقريبا الطبق بتاعنا جاهز دلوقتي، فينا على طول نحشي الطماطم على طول. بنجهز صينيه الفرن اللي احنا هندخلها في الفرن ونحطها، ونحط فيها بعض من الزيتون، رشه خفيفه خالص. ايوه بنطفي النار بتاعتنا والطبق بتاعنا اللي هو جاهز. تقريبا كم كانت على النار الطبق؟ تقريبا حوالي من 15 اخذت تقريبا ايوه 20 دقيقة. 20 دقيقة بالضبط. ايوه وكمان انا مشتبك كمان الفريكة كتير عشان تفضل محتفظة دايما. ايوه بقيمتها الغذائية. القيمة الغذائية الموجودة فيها، لأن الأكل كمان لما بيطبخ كتير بيفقد كمان اللي هو طعم أيوة. الطعم الحلو اللي موجود فيه. نحشي الحين الطماط جاهزة. جاهزين الطماطم. احنا زي ما ورينا السادة المشاهدين الطماطم حفرناها كده بنقطع اللي هو الغطاء الراس. ايوه ان احنا بنسيبها على الوش بتاعها عشان تبقى قوية. الوش بتاعها بيكون قوي وكمان ما بي ايه ما بتتمعص معايا او اللي هي تتكسر معايا. ايوه فبنسيبها بالطريقة دي وبنبدأ ان احنا بناخد اول طماطم نحشيها معانا معلقة وبنحشي الطماطم من الخليط اللي احنا عملناه. ايوه ما بنكبسهاش كتير بس بنحاول نتأكد ان هي تكون مليانة. نضيف الزوايا كده ونحطها اول واحده معانا في الصينيه بتاعتنا، بنحط الغطاء بتاعها معاها وهكذا بنكمل اللي هو المجموعه اللي معانا. ايوه كم مجموعه من الطماطم موجوده معانا. نكون كذي تقريبا احنا انهينا وصفتنا وندخلها بالفرن. نخش الفرن لمده 20 دقيقه 25 دقيقه على درجه حراره من 180 ل 200 على حسب كمان درجه الحراره كمان ما هي ثابته في كل الاحيان. أيوة. ثابته مثلا بيختلف من كمان الفرن بتاعي الفرن بتاعك، بس هو درجه حراره انا بفضل دايما الاكل يكون من درجه حراره 160 ل 180. انا بحب 160 ل 180 بتبقى بيديك اكل بيطبخ بالراحه وقتها كمان في وقت مش كتير وكمان بيفضل محتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته. ايوه ما تبقاش انت كيف نعرف ان هي خلاص استوت الطبخه؟ اللون بتاعي بنشوف من خلال اللون. انا بالظبط بنشوف من خلال اللون. أيوة. الطماطمايه تلاقي الطماطمايه قربت انها تستوي. استوي لونها غامق شويه غمج. بالظبط. ايوه بالظبط. نوري السادة المشاهدين احنا ازاي بنعمل الطماطمايه. انا سكينه صغيره زي كده. ايوه نحشيها بطريقه دقيقه. بسيطه خالص. موضوع بسيط خالص ما بياخدش معانا ثواني معدوده. بنكون عملنا مجموعه كبيره من الطماطم وبناخد كمان واحده للساده المشاهدين من القلب بتاعها ونحشيها مثلا زي كده وهكذا المجموعه بتاعتنا طماطمها كمان.
نعيد نقول مشاهدينا الأعزاء أن هذه الوصفة الصحية الغنية بالألياف، غنية بالبروتين، ممكن تناولها على وجبتنا الفطور الشهية، ممكن أيضا تناولها على وجبة السحور لأنها عالية بالألياف. المؤشر الجلاسيمي مثل ما ذكرنا أنه منخفض عندها جدا، فما يرتفع عندها الدم، ما لما نتناولها ما يرتفع الدم، ما يرتفع السكر بالدم عالي كثير، بالعكس يوازن ارتفاع السكر بالدم، بالتالي يوازن أيضا الشعور بالشبع، الإحساس بالشبع لفترة طويلة بالنهار، فتساعدنا فعلا على أن يكون صيامنا صحي ومتواصل إن شاء الله. كمان جبنا بعد ما حشينا الطماطم بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم شايفين، بنغطي عليها اللي هو الغطاء اللي احنا قطعناه، الجزء اللي احنا قطعناه في الأول عشان نسيها، وبرش عليها شوية زيتون، شيء بسيط خالص. أيوة. يكون فيها بس تراوة ويكون فيها لمعة، ونغطيها بالمونيا ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 زي ما تحضرتك، 180 لمدة 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة تكون جاهزة مع الطبق بتاعنا. بنذكر السادة المشاهدين بالخطوات اللي احنا عملناها بسرعة، عملنا الحشوة بتاعتنا، جهزنا الطماطم، شلنا قلب الطماطم، استعملناها في قلب الحشوة اللي احنا عملناها، دهنا الصينية بتاعت الفرن اللي هتخش الفرن بتاعتنا زيت خفيف زي زيتون، يكون ماركة كويسة. أيوة. او يكون براند كويس خلاص، وشلنا احتفظنا بالجزء اللي هو احنا قطعناه من الطماطم من ورا السادة المشاهدين، الجزء اللي احنا شلناه وخليناه في جنب، حشينا الحشوة بتاعتنا وغطينا بالجزء بتاعنا تاني، ودهنا الطماطم زيت خفيف من فوق، وبعدين بناخد الصينية بتاعتنا من غير ما بنغطيها ولا أي شيء، وبنحطها في الفرن على درجة حرارة من 160 ل 180 لمدة من 20 ل 25 دقيقة، بيكون الطبق بتاعنا إن شاء الله جاهز. إن شاء الله. أوكي. طبق صحي. طبق صحي وسريع، يعني سريع وخفيف في التحضير وفي الإعداد بتاعه، والمكونات بتاعته موجودة في كل مكان وفي كل بيت، فيك تلاقيها في أي مكان. يعني وفينا نستبدل شيء مكان شيء، ما فيش فريكه ممكن نعمل برغل، ما فيش ممكن نعمل رز ممكن، صح ممكن نحط مكانه فلفل، نحط مكانه اي خضره عندنا على حسب انا بحب ايه. انا ما بحبش مثلا فريكه، في غيري بيحب الرز، غيري بيحب الكسكس، يعني بس الفريكه هي اكثر غنى بالالياف، هي افضل من الرز. يعني ايوه متاح في كل بيت، واللي هو الاكل السريع اللي انا ازاي اللي هو اوكي خلاص انا بتعمل طبق في المساء موجود متوفر بالبيت على السريع. أيوة الوصفات موجودة على السريع، ممكن حضرها. نذكر مشاهدينا الأعزاء أن هذه الوجبة تحتوي تقريبا على 255 سعرة حرارية، وتحتوي على 8 جرام من الدهون، و30 جرام من الكربوهيدرات، و13 جرام من البروتين، فبتعتبر يعني وجبة صحية وخفيفة أيضا بالسعرات الحرارية. بنعيد الخطوات، حطينا الطبق بتاعنا في الفرن، هو جاهز. انا كنت عامل طبق قبل كده جاهز. ايوه اختمنا طريقه لحد ما تكون ربة تعجب سلام المشاهدين. وكمان فينا نقدمه مع عصاية الزبادي او الخضار مثلا، السناكات اللي هو ممكن اعمله ستيك، ممكن اعمله على حسب، هو الاكل ده ذوق. نعم. لما يكون ذوق كمان بيكون ثقافه كمان، ان انت تكون عندك ثقافه الاكل، وان انت تكون بتعرف ازاي تنسق الاطباق مع بعضها، وازاي تختار الالوان، يكون الطبق فول كولر. لو عندي أيوة. أطفال، عندي ناس مثلا بيغلبونا عشان يأكلهم أو كذا، أيوة. إزاي أنا أقدم له الأكل بطريقة كويسة بشكل يكون كويس، وكمان يكون صحي، وأهم شيء هو أن أنا أعمله في البيت. إيه صحيح. متأكد 100% من المكونات بتاعته، صحي ونظيف أيضا، اللي هو صحي ونظيف. أيوة صحيح. وفقدمنا معاه الزبادي قليل الدسم. قليل الدسم ممتاز، فيكون وجبة صحية متكاملة إن شاء الله. بالزبط. والحين بهذه وصفتنا الصحية ننهي حلقتنا اليوم، ونشكر الشيف محمد على هذه الوصفة الغنية بالألياف والغنية بالبروتين، وننهي حلقتنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في برنامجنا عليكم بالعافية.